بمعسكر النادي الأهلي والاستعداد للقاء نادي الزمالك في القمة رقم 118 اللي هتكون بكرة إن شاء الله الساعة 8. فاروق برحب بيك. تحياتي ليك يا عمر ولكل مشاهدي ومتابعي شاشات على قناه النادي الاهلي، وتحياتي ايضا للكابتن حماده مرزوق. فاروق طمنا على الاجواء، على الاخبار، على اخر المستجدات اللي موجوده عندك في معسكر النادي الاهلي في برج العرب. زي ما اتكلمنا بالامس عمر على الحاله المعنويه لحاله التركيز اللي بتسود معسكر الفريق النادي الاهلي من اجل الاستعداد للقمه 118. نفس الامر بيستمر، التركيز بيزيد اكتر، التفاؤل، الروح والحاله المعنويه. النهارده كان في امر يعني حابب ان احنا نتكلم عنه باستفاضه اكتر، ان اللاعبين النهارده اثناء توجههم لملعب برج العرب لاداء المران تفاجئ الجميع، الجهاز الفني واللاعبين، بوجود الكابتن وائل جمعه نجم كره القدم المصريه والنادي الاهلي واحد اساطير النادي الاهلي، موجود في ارض الملعب بيصافح اللاعبين والجهاز الفني ويقادر اللاعبين. كابتن جمعه وائل جمعه قال اكثر من رساله، قال ان النادي الاهلي صاحب فضل كبير علينا، واحنا دايما كلنا بنستغل الاوقات اللي نكون فيها متواجدين عشان نبقى موجودين في النادي الاهلي، وان احنا دايما نكون داعمين ومساندين للنادي الاهلي في كل وقت. تحدث ايضا عن قيمه المباراه واهميه المباراه على الرغم من حسم النادي الاهلي لدرع البطوله، ولكن تبقى مباراه القمه ما بين الاهلي والزمالك هي مباراه وبطوله خاصه من اجل الجماهير. طبعا كان في هناك بعض بقى الاسترجاع للذكريات مع الكابتن احمد فتحي والكابتن وليد سليمان، كابتن رامي ربيعه والكابتن سيد عبد الحفيظ. نفس الوقت يا عمر لفته طيبه عملها الكابتن طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود والكابتن محمد حليم اللي كانوا متواجدين في الملعب الاخر بجوار ملعب اللي بيتمرن عليه النادي الاهلي. حرص الكابتن طارق العشري وكابتن محمد حليم ان هم توجهوا للملعب لملعب المران النادي الاهلي، ووجهوا التهنئه للكابتن سيد عبد الحفيظ وللجهاز الفني واللاعبين على الفوز بدرع الدوري رقم 41. كانت صوره ومشهد يعني الكابتن طارق العشري في اثناء حديثنا مع الكابتن طارق العشري قال احنا دايما كرياضيين بنحاول ندي الدروس والروح الرياضيه والعلاقه الطيبه اللي ما بيننا وما بين النادي الاهلي وما بين كل الفرق، دورنا ان احنا نيجي نوجه التهنئه للنادي الاهلي. دي كان نقطتين كنت حابب ان انا اكلم حضرتك واكلم المشاهدي قناه النادي الاهلي في الامرين في هذا الامر يا عمر. نروح بقى لو حابب نتكلم على بعض الامور في المران. اتكلم طبعا، قول لي طبعا المران كان ايه اخباره؟ هل الفريق كله جاهز نفسيا ومعنويا؟ خلاص مفيش وقت، المباراه بكره، واكيد يا فاروق انت راجل يعني قريب منهم وتقدر تقول لنا حاله اللعيبه بشكل عام عامله ازاي؟ هل في تفاؤل؟ هل في تركيز؟ هل خلاص يعني كل حاجه بقت في سياق مباراه بكره ان شاء الله؟ عمر لا صوت يعلى فوق صوت القمه 118. حاله الجديه، التركيز اللي عند اللاعبين مش من اجل المباراه لمجرد مباراه وثلاث نقاط، لا، من اجل اكمال فرحه الجماهير الاهلاويه. يعني كلامنا مع الكابتن احمد فتحي، كابتن حسام عاشور، وليد سليمان، الجميع بيفكر وهدفه الاول هو اسعاد جماهير النادي الاهلي. الجميع يعني الجميع اجتمع على امر ان لاكمال فرحه جماهير النادي الاهلي ان شاء الله بنوعد الجماهير ان شاء الله ان احنا نحقق نتيجه طيبه ونحقق مباراه كويسه تليق بختام الموسم. الروح الفنيه والروح النفسيه والامور اللي هي ما بين اللاعبين والجهاز الفني امر بيدي يعني امور كتير جدا للتفاؤل اللي بنطمن جماهير النادي الاهلي طبعا على الحاله حاله اللاعبين. الحمد لله ما فيش اي اصابات، الفريق كامل العدد، قد تكون في بعض المفاجات، في بعض الامور الفنيه طبعا مش هنقدر احنا شوقنا كمان يا فاروق، ها شوقنا اكتر، قول لي مفاجآت بقى وحاجات هتعرفوها بكره وانت الوحيد اللي عارف كل حاجه. ماشي، لا ان شاء الله بنطمن جماهير النادي الاهلي، ده الاهم وده ده الاساس. طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ عامل ايه الكابتن سيد معاك يا فاروق؟ عامل ايه الكابتن سيد معاك؟ قول لي. لا الكابتن سيد يعني قافل، ها قافل خالص الكابتن سيد.
بس يعني في بعض الامور طبعا بيبقى فيها احنا كجزء من منظومه النادي الاهلي لازم نعمل حساب للامر ده، مين الداعمين لهذا الامر. كابتن سيد ايضا يعني خلاص انتهينا من الاحتفال بالتتويج ببطوله الدوري، لا خلاص زي ما تعودنا في النادي الاهلي. مفيش اخبار يا فاروق عن الدرع يتم تسليمه بكره، حاجه من او اخبار من اللي بتقال على الصحف والمواقع ان ممكن يتم تسليم الدرع للنادي الاهلي بكره في ملعب المباراه او بعد المباراه علشان يتم الاحتفال بيه، ولا الموضوع ده ما تمش طرحه اصلا وانت ما عندكش اي معلومات عنه؟ لا بص، هو احنا سمعنا بعض الاخبار بتتردد، بس يا عمر خلينا نتكلم في نقطه. ما هو كل الدوريات في العالم بنشوف المباراه الاخيره بيتم تكريم الفريق الفائز ونشوف درع الدوري، ليه الصوره عندنا والمشهد ما بيكتملش للاخر؟ يعني ليه النقطه الاخيره؟ احنا يعني نتمنى نشوف هذا الامر. يعني هو بعض الاقاويل بتتردد ان قد يكون هناك تسليم، لكن ليست اخبار مؤكده عشان اكون صادق معاكم مع مشاهدي وجماهير قناه النادي الاهلي، لكن احنا عايزين المشهد يكتمل. عايزين صح، مظبوط تكمل زي ما بنشوف كل دوريات الدوريات العالميه، ولكن نتمنى مباراه تحصل في اطار من الروح الرياضيه ما بين الفريقين. اشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا على وجودك معانا. فاروق صلاح مراسل قناة النادي الأهلي من برج العرب من معسكر النادي الأهلي، وتعرفنا وعرفنا كل التفاصيل الخاصة بالمباراة والاستعدادات. بكرة إن شاء الله هقول لحضراتكم عن اليوم الخاص بقناة النادي الأهلي والبرنامج، هنكون إن شاء الله بداية من الساعة 4 مع الزميل العزيز أمير هشام في كلام في الميديا وإطلالة صحفية عن مباراة القمة من 4 ل 5، وهيكون ضيف إن شاء الله الأستاذ رامي عبد الحميد، وهيتكلموا في كل الأمور الخاصة بالصحافة قبل مباراة القمة من الساعة 5 وحتى الساعة 8 إن شاء الله. هيكون في استوديو تحليلي رئيسي هنا في قناة النادي الأهلي مع الكابتن إسلام الشاطر والضيوف الأعزاء الكابتن حمادة صدقي والكابتن أحمد بلال والكابتن أسامة حسني.